على مهد ايده بس. يا عمي جميل. شهيد عبد الفتاح فروشه الى مسقط راسه في مخيم عسكر بعد وصوله قبل قليل من جنين. مجال. إذن الشهيد الآن في بيته، عائلته تلقي نظرة الوداع الأخيرة عليه بعد أن وصل قبل قليل من مستشفى. وصل من جنين إلى مخيم عسكر وسيتم نقله الآن إلى مستشفى رفيديا الحكومي. الله يرضى عليك.
يلا يلا يا جماعه اعطوا مجال لاهل الوضعوا يا شباب بعينكم الله بس اعطوا مجال بعينكم الله يا جماعه الخير يلا يا شباب اعطوا مجال لاهله اعطوا مجال لاهله يا حبيب يلا حبيب توكل على الله يلا يلا يا شباب يلا شباب بعينكم الله استنوا تحت اللي ما لهش شغل استنى يلا برا يلا خلونا نسولف تودعوا بعينكم الله يا شباب يلا رجع سمير رجع اعطوا مجال للنسوان خلينا ننزل بدنا ننزل يا حبايبي خلينا ننزل يلا خلينا نسولف تودعوا عنا يا جماعه خلص شباب يلا يلا اسحب بس عبد الله حط رجل يلا يا شباب جماعه الخير إذن الشهيد الآن وطي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الشهيد الآن لا إله إلا الله
خرج الشهيد الآن خرج من بيته. إذن الآن بعد إلقاء نظرة الوداع عليه من بيته وداع الشهيد الآن من بيته سيتم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس. هاي في الطريق للمستشفى. هاي من باب داره طالعين على المستشفى. يا زلم هينا اللي يطلعوا على المستشفى. ويا خالد يا ابن الوليد يا خالد يا ابن الوليد وجبنا لك عريس جديد جبنا لك عريس جديد خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود وجيش محمد بدا يعود جيش محمد بدا يعود قولوا لك لا بالشباب قولوا لك لا بالشباب جاي الاشتباك جاي الاشتباك مش اسمي مشترك ومش مشترك وش كلوب كبر يا مسلم كبر راس الصهيوني فجر راس الصهيوني فجر يا شاهد ارتاح ارتاح يا شاهد ارتاح ارتاح واحنا الواصل الكتاب واحنا الواصل إذن مرة أخرى نحن الآن متواجدون أمام منزل الشهيد عبد الفتاح فروشي الذي ارتقى في عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في مخيم جنين إضافة إلى 5 من الشهداء. وصل قبل قليل كما نشاهد إلى مسقط رأسه ما بين مخيمي عسكر القديم والجديد. الآن تجمع المئات من المواطنين بعد أن تم نقل الجثمان من جنين إلى هنا إلى بيته حيث ألقت زوجته وبناته نظرة الوداع الأخير عليه. والآن سيتم تحضيره لنقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس على أن تكون الجنازة يوم غد بعد صلاة الظهر. نستمع إلى التكبيرات والهتافات. يبدو أنه سيتم تشييعه في المخيم. إذن انطلقت الجنازة الآن. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله Thank you.
عظم الله أجركم. شكر الله صاحبكم. ماذا تعرف عن الشهيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يصدق في شهيدنا البطل عبد الفتاح خروشة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. عبد الفتاح خروشة أبو خالد عليه رحمة الله، والذي استشهد اليوم في مخيم جنين، والذي مضى على الإفراج عنه من سجن الاحتلال ما يقارب الشهرين. عبد الفتاح خروشي الذي كان في اعتقاد الأخير بتهمة تشكيل خلية عسكرية والتخطيط لتنفيذ عملية استشهادية بمجموعة خاصة هو وابنه فقط، وكان هذا بجهد يعني خلينا نقول اندفاعي، جهد تنظيمي، طيب جهد خلينا نقول قوة إرادة وقوة حب للجهاد وانتصار للقضية الفلسطينية في أرض فلسطين. عشت مع أبو خالد عليه رحمة الله الشهيد في سجن مجده، وكان يعني شعلة وكان بركان يغلي في داخل هذا الإنسان الذي ما أن تجلس معه إلا واحد ويحدثك عن الشهادة وعن الجنان وعن حب الله سبحانه وتعالى والعمل من أجل هذا الدين. ما كان مفاجئ معناته بالنسبة لك أنه يكون هو المسؤول عن عملية حوارة؟ والله أبو خالد يعني فاجأ الجميع، مش بس أنا، يعني فاجأ كل الناس اللي عرفوا أبو خالد، بس ولكن يعني النوعية اللي زي أبو خالد يعني بتتفاجئش أنه يطلع منه هذا الشيء، لأنه حقيقة يعني حبه للشهادة اللي كان يظل يتحدث عنها. يعني أنا في السجن كان كثير من الشباب والإخوة الأحباب يقولوا لي والله يعني هذا الزلمة وكأنه شهيد حتى وهو في السجن، وكأنه شهيد، فعليه رحمة الله وربنا يتقبله. يعني كان يعني عنده قوة الاندفاع وقوة العمل من أجل الشهادة، يعني شيء يعني كان ملحوظ ويعني مش غريب على أمثال أبو خالد أن يكون شهيد هذا اليوم. الله رحم الله أبا خالد وإخوان الشهداء في مخيم جنين وشهداء نابلس وشهداء فلسطين والمسلمين أجمعين. رجعنا الجبس بدر لورا، ارجع لورا.